السلام عليكم ورحمة الله، معكم عبد اللطيف مستشار بشركة أوريفلام المغرب. مرحبا بكم، أهلا في فيديو جديد، فيديو على قناتنا. قبل ما تعرفوا على الفيديو أدعوكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا دائما بالجديد. هذا الشهر إلا درتي 100 نقطة في شركة ديال أوريفلام، إلا درتي 100 نقطة، 100 نقطة راه سهلة، أي واحد كيديرها غادي تربح هاد الشواية الكهربائية بمناسبة عيد الأضحى. تربح هاد الشواية الكهربائية اللي كنشوفو هنايا ب 59 درهم فقط. الشواية الكهربائية هي شواية صغيرة جدا ورائعة، هي ماركة معروفة. يعني اول كادو اللي غادي نربحو هاد الشهر في الشركة ديال أوريفلام، اي واحد سجل ولا اي واحد دوز 100 نقطة راه تخرج ليه هاد الشواية عندو الحق فيها، شواية كهربائية. اذا اللي بغى يربح هاد الشواية، اللي بغى يتسجل في الشركة ديال أوريفلام، انا نخلي لكم رابط ديال التسجيل والنمرة ديال الواتساب اسفل الفيديو. ما تنساوناش بالدعم ديالكم باللايك والاشتراك في القناة باش ديما نلوحو لكم الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله.